ايه ده هنا يا حاج؟ دي عباره عن هنوبنا اللي احنا بنقلعها وننام فيها. اه ماشي. ودي النقطه، انتوا كنتوا بتباتوا هنا على الارض يعني؟ اه احنا هنا كنا في المنطقه كلها. اه حرام والله، ومين كان بيجيب لكم الاكل بقى يا حاج؟ احنا بنبات هنا، هم اللي اهالينا بيجيبوا لنا اكل من بره، احنا ما بنخرجش خالص نهائي. اهالينا واهاليكم كانوا مؤيدين للاعتصام بتاعك؟ مؤيدين للاعتصام، بيجيبوا لنا الاكل بره. يعني بيدخلوه، هم اللي بيدخلوه، احنا ما بنبيعش بره خالص نهائي. بعد 18 يوم ما فيش حد يخرج لنا البواب. مش موجودين، بننام هنا كده على البلاط، يعني مش لاقيين كراتين، شالوا الكراتين وشالوا كل الواجهه اللي موجوده في مصر. وجوازاتكم مؤيدين للاعتصام والاضراب؟ ما قلنا الاسلام والاضراب عشان حقنا. وبنقوم على اطفال، صاد عيال، اطفال صغيرين، ولا الناموس. شوف الناموس عامل ازاي؟ مبهدلنا، يعني نزل واحدة بني آدم كده عندها 40 سنة الناموس يقرصها.